ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أثار اختيار مسؤولين سعوديين ختم الرسول صلى الله عليه وسلم لتكريم الممثلة المصرية سمية الخشاب بمناسبة يوم المرأة العالمي وللدفاع عن المرأة ضد العنف غضب واستهجان السعوديين والعالم العربي والإسلامي، وانتشر هاشتاغ على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وهو هاشتاغ يحمل عنوان ختم الرسول ليس للعبث. طالب من خلاله المغردون بمحاسبة جمعية المنتجين والموزعين السعوديين التي تقف وراء هذا التكريم، وكانت الجمعية المنظمة قد كرمت الفنان الخشاب عن أغنيتها بتستقوى التي طرحتها أخيرا بالأسواق. وردا على الانتقادات، نشر منظم الملتقى المرأة السعودية الثالث بيانا الأحد قالت فيه إنه ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تكريم الفنانة المصرية غير دقيق. وأكدت اللجنة المنظمة في بيان أن مشاركة الخشاب جاءت بناء على خطاب تلقته اللجنة من جمعية مصريون في حب الخليج يطلب مشاركتها، خصوصا أنها تشتغل منصب رئيس جمعية الثقافة والفن، على أن تتمثل مشاركتها في كلمة للتعبير عن مكانة المرأة السعودية التي وصلت إليها خارج المملكة من خلال منظور عيون خارجية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.